سورية علاء. عسلامة ومرحبا بكم. شكون فيكم يعرف كلمة تونس لاخ ولا الحكاية الأصلية متاع البلاصة هذه؟ حكاية باش ترجع بينا لقديم الزمان. عام 1853 فما جروب متاع محاربين توانسة مشاو لتركيا باش يساندوا العثمانيين في الحرب متاعهم ضد لومبيغ روس. الحرب دمرت برشا بلايص، الثنية اللي جاو منها التوانسة ما قعد فيها شيء كان تراب، وكان تمشي غادي فيسع تضيع بيسكو لي روبير الكل ما عادش موجودين. الثنية الوحيدة اللي نجموا يروحوا منها هي جبل، مي المشكلة هوني اللي جبل ديما فيه ثلج ودرجة الحرارة اللي فيه ديما تحت صفر، والريسك اللي باش واحد فيهم يفقد حياته من البرد كان كبير برشا. الحل الوحيد هو اللي فما ان فيلاج اللي ما يسكن فيه حتى حد، واللي التوانسة قروا يقعدوا غاديكا، وكما نقولوا نحنا الى ان ياتي ما يخالف ذلك. اونوماج لوريجين تونيزيان نتاعهم، لاتراك خذاو لا ديسيزيون باش يسميو لو فيلاج تونس لاخ، والمعنى نتاعها فيلاج دي تونيزيان. باش يصيروا دي شانجمون في وقت قريب ياسر، في وقت فيسع فيسع كما نقولوا نحنا، بداو يبنيو في الديار نتاعهم، زرعوا الاراضي باش ينجموا يلقاو شنو ياكلوا ولا تو سامبلومون ينجموا يعيشوا. السكان نتاع الفيلاج جابوا الثقافه والعادات والتقاليد التونسيه، من لبسه للحاجات اللي نشربوهم، الحاجات اللي ناكلوهم، الستيل نتاع الموسيقى والحفلات نتاعنا، وهذيك كانت الحضاره التونسيه الوحيده اللي موجوده في تركيا. في السنين اللي تعداو لقيا ست بنات، وشوف قديش من حضارة تعدت من عام 1853 حتى العام 2023، وللحظة هذه الفيلاج مازال موجود وباقي اسمه تونس لاغ. السكان متاع القرية هذه كتعداو من جينيراسيون لجينيراسيون، حتى واحد فيهم ما قال نحب نرجع لتونس، الكلهم قعدوا لهين بالأراضي متاعهم والبني اللي عملوه غاديكا. والنجم نقولكم زادا اللي حتى شيء ما تبدل، عاداتنا وتقاليدنا موجودين حتى في بلاد اخرى، وكي تبدا فما ديزيفينمون متاع موسيقى تقليديه لا تراك تلقاهم يتلموا حتى قبل التوانسه. النجم نقولكم زادا اللي الاحداث هذه الكل تقوي في الغولاسيون اونتر توانسه ولا تراك اللي غاديكا، ميم سي هو فيلاج صغير اما سكنوا فيه المحاربين اللي عاونوا العثمانيين باش يربحوا رواسه. كي نسمع ولا نقرا حاجه كيما هكا من نجم كان نزيد نتفوخر اكثر اللي انا تونسي. توفى حكايتنا متاع اليوم ونقولكم سيغ سو.